وإن شاء الله نبقى مع قضية معينة ولعل لها تعلقا بآيات الصيام، وهي الآية التي فرض فيها الصيام، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. والصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة النبوية، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، ولا يلاحظ أو لا يلاحظ الإنسان أن هناك سبب لنزول فرضية الصيام مثلا كالصلاة أو كالتيمم، فيجد الإنسان حادثة وقعت ثم كانت هذه الحادثة سببا لأن ينزل الله سبحانه وتعالى من الشرائع ما يخفف به عن بني آدم. لكن هنا في آيات الصيام علق الله عز وجل طاعته في الصيام بكون الإنسان مؤمنا، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. والإيمان كما هو معلوم هو الإيمان المعروف بأركان الإيمان، بأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وبالرسل وبالكتب وبالقدر، إلى آخر أركان الإيمان المعروف. وهذه الأركان، أركان الإيمان، بعدها تقبل الأعمال، وإذا نقص ركن من هذه الأركان انتقض الإيمان من هذه الأركان الست. وكتاب التوحيد يدور حول الإيمان بالله، حول الإيمان بالله عز وجل. وكما قال الشيخ ابن عثيمين أن الإيمان بالله يتضمن 4 أمور: الأمر الأول الإيمان بوجود الله عز وجل، الإيمان بوجود الله عز وجل، وقد دل على ذلك الفطرة والعقل والشرع، دل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. فما من إنسان إلا ويجد في فطرته أنه مفتقر إلى ربه تبارك وتعالى، يرزقه ويحفظه وينصره ويستعين به، هذا دليل الفطرة. ودليل العقل أنه ما من عاقل إلا ويؤمن بأنه وجد ولم يكن شيئا، ولم يكن شيئا، وأنه لا بد له من موجد. وإذا تأمل الإنسان في هذا الكون وما فيه من الآيات يوقن تمام اليقين أنه لا يمكن أن يكون الكون بهذا الانتظام البديع وبهذا التناسق العظيم، لا يمكن أن يكون جاء من العدم أو جاء صدفة كما يقال. ولذلك الإيمان بالله سبحانه وتعالى لم ينكره إلا الشذاذ من الناس في عقولهم وفي أفهامهم، ما في إنسان سوي ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله في الآيات من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة، وأورد عندها عند هذه الآية العلامة ابن عثيمين رحمه الله مناظرة الإمام أبو حنيفة رحمه الله لطائفة من الدهرية، يعني نقول لهم الآن الشيوعيين، التي أنكرت وجود الخالق، ذكر هذه المناظرة في تفسير هذه الآية، وكذلك ذكرها ابن جرير الطبري، وكذلك أو ذكرها الشهرستاني في الملل والنحل، أن طائفة من الهند يقال لهم السمنية جاءوا إلى أبي حنيفة رحمه الله وطلبوا أن يناظرهم الإمام أبو حنيفة في وجود الخالق. وكان الإمام رحمه الله ذكيا فطنا،
فطلب منهم الحضور بعد بضعة أيام، فلما حضروا وجدوا الإمام يفكر، فقالوا فيما تفكر يا إمام؟ قال أفكر في سفينة تجوب البحار والأنهار وتحمل البضائع وتنزل البضائع ثم تعود من حيث أتت وليس عليها حمال ولا عمال ولا ربان. فقالوا أجننت يا إمام؟ أيفكر في هذا عاقل؟ فقال لهم أقول لكم سفينة تجوب البحار والأنهار وتحمل البضائع وتنزل البضائع وليس عليها عمال ولا حمال ولا ربان، وأنتم تقولون أن هذا الكون بسماواته وأرضه وأشجاره ليس له خالق ولا صانع، فأينا المجنون؟ ولذلك وجود الخالق سبحانه وتعالى أمر مركوز في الفطر، أمر مركوز في الفطر. الأعرابي الذي في البادية قال ليل داج وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير، أولا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ ها؟ يعني نشوف سبحان الله ربنا عز وجل يسير هذا الكون بانتظام عجيب. ما حصل يوم أنت مدرب للخريف، الناس مثلا بتاعين الزراعة اللي بيزرعوا، أو الناس اللي بينتظروا المطر الخريف، ربنا سبحانه وتعالى ما يكون وقت الصيف جاي يجي والخريف، أو الخريف انتهى تاني يجي خريف بعده، وإنما كل ذلك يكون بانتظام وبمقدار. عشان كده ربنا ناقش هؤلاء في القرآن، ربنا قال أم خلقوا من غير شيء. وشوف سبحان الله الآن يا أخواننا هذه الأفكار بدأت تحيا، كلها بدأت تحيا، تلقى ناس ينكروا لك وجود الخالق مرة واحدة، وفي ناس كمان يثبتوا لك خالقين مع الله سبحانه وتعالى، تناقض عجيب. في التلفزيون في واحد يقول له الإزيري ده قاعد يقول يعني انه في خالقين مع الله غير الله بيخلق، بيقول الاولياء والصالحين بيخلقوا مع الله، دليلك شنو؟ قال فتبارك الله احسن الخالقين. فهنا قال لك ربنا قال الخالقين، شايف يقول لك؟ وده يا اخواننا ده زول يتبع المتشابه، احسن الخالقين. العلماء قالوا كما قال الامام ابن جرير الامام القرطبي رحمه الله، قالوا خلق الانسان خلق قاصر وهو تحويل من صوره الى صوره، وأما خلق الله فهو إيجاد من عدم. ربنا قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شنو؟ شيئا مذكورا. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. وفي الآية قال وقد خلقتك من قبل ولم تكن شنو؟ شيئا. ولذلك ده أخواننا فهم عجيب، تخيل انت. والقضيه دي للاسف الشديد يعني المشركين الاوائل ما عندهم معاه مشكله، الان انا خايف الموضوع ده يجيبوه في رمضان، وهذه من اخطر البرامج، دي اخطر من البرامج بتاعت الغناء والفواحش، دي خطره وتضيع على الانسان الحسنات، لكن هذه أسوأ، لان يا اخواننا دي بتناقض اول ايه الصيام ذاته. زول يحضر حلقه كامله بيأصلوا فيها الموضوع، زي يجيب لك ايات زي دي ويتبع المتشابه ويبث ذلك بين المسلمين والناس صايمة. زول اعتقد عقيدة زي دي ده انتقد إسلام وبطل وحبط عمله. ولذلك ربنا قال أم خلقوا من غير شيء، يعني هل جو من العدم أم هم الخالقون، أي أم هم الذين خلقوا أنفسهم والإنسان ضعيف. عشان كده ربنا أنكر على من رزقه الله الذرية ثم نسب لله وجعل لله الشركاء وشكر غير الله سبحانه وتعالى. ربنا قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. رجل تزوج امرأة ثم جامعها ثم لبث زمانا ولم يرزق الولد، ما رزق،
فصار يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه، وأن الله إن رزقه سيكون شاكرا لله. ومن الأمور المنتشرة بين الناس وقد وجدت في بعض كتب التفسير إن أخواننا هذه الآية بين آدم وحواء، وهذا كما قال العلماء لا يصح سندا ولا يقبل متنا، لا يصح سندا ولا يقبل متنا، لأنه ده شرك بالله، وما ممكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقعوا في الشرك، وآدم عليه السلام من الأنبياء. قال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا أي سالما كامل الأعضاء والهيئة لنكونن من الشاكرين. ربنا قال فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. لما ربنا سبحانه وتعالى رزقهم بالذرية الصالحة الكاملة التي لم تنتقص في خلقتها ولا هيئتها، ربنا قال جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وهنا التقريع والتوبيخ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قال الشيخ ابن عثيمين فذكر الله أربعة أمور تمنع من تسويتهم بالله سبحانه وتعالى. أيشركون ما لا يخلق شيئا ما يستطيع، هنا ربنا نفى عنهم شنو؟ ما هناك ربنا قال فتبارك الله أحسن الخالقين، هنا ربنا قال أيشركون ما لا يخلق شيئا، ما بيخلق حاجة. وربنا هناك يتحدىهم بالذباب، طيب هل القرآن يضرب بعضه بعضا؟ لا، العلماء قالوا المراد بالخلق في اللغة هو التصوير والصنع، لكن إذا نسب إلى الله فهو الإيجاد على غير مثال سابق. عشان كده دائما في الآيات بتلقى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب. البديع والمبدع والبدعة هذه كلها ألفاظ تعود على معنى الإيجاد على غير مثال سابق. يعني يقول لك الزول ده زول مبدع، يعني بيجيب حاجات زول سبق ولا شنو ما في، هذا هو الإبداع. ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض. أما الإنسان فإنه يحول من صورة إلى صورة. وبعضهم يستدل بقصة عيسى عليه السلام، ولكن عيسى عليه السلام يعني كان يخلق من الطين كهيئة الطير. وإذا جمع الإنسان الآيات التي أثبتت هذه المعجزة لنبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام تبين له بحمد الله أنه ليس فيها شبهة لمن يجعل مع الله الخالقين. ربنا قال إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة التوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني. شوف عيسى عليه السلام ما بيصور من الطين كهيئة الطير إلا بإذن الله، يعني هو أصلا ابتداء ما بيقوم، وإنما يقوم بذلك بإذن الله. إذن الله هو شنو؟ هو الوحي. الوحي بيجيب جبريل على رسول الله عيسى عليه الصلاة والسلام. فالزول بيجي يقول لنا نحن برضو بإذن الله، نقول له يا أنت رسول يا أنت كذاب، يا تبقى رسول تورينا نزل عليك يا تو كتاب، نزل عليك يا تو كتاب في قناة النيل الأزرق يا تو كتاب نزل عليك، تورينا أنت رسول كيف. ولذلك ربنا قال إذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، يعني ما بيصور أولا وابتداء إلا بإذن الله، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وإذ تبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. الشاهد من الكلام أنه لا يثبت لله شريك في الربوبية وفي الخلق. والكلام ده المشركين كان عارفين للأسف الشديد، المشرك الأول
كان يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق غيره. اللي نحن عندنا في كتب وفي قصائد ويقول لك مدايح وفي الإذاعات يقول لك كلامات أن الأولياء يخلقون مع الله سبحانه وتعالى. يا أخوانا مشكلة كبيرة جدا. زول عنده عقيدة زي دي أنا ما بعرف صايم ليه ذاته. أبو جهل دي ما يعتقد. لو سألته عن الموضوع ده يقول لك يا زول يا رب ما بحبك. يا رب أصلا ما بحبك. ولذلك الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى موجود. ثانيا الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله عز وجل وصفاته تبارك وتعالى. كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب ما هي فائدة الأسماء الحسنى؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها دي من الفوائد. إحصاؤها قال العلماء هو حفظها ومعرفتها والتعبد لله عز وجل بها. التعبد لله عز وجل بها كيف؟ تدعو الله سبحانه وتعالى الغفور أن يغفر لك والرحيم أن يرحمك. وتعلم وتوقن أن الله سبحانه وتعالى هو الرقيب على الشهيد على عملك المطلع عليك فتراقب الله سبحانه وتعالى. فتتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الأسماء فتكون أنت ممن أحصى هذه الأسماء وممن له هذا الوعد أن يدخل الجنة ويثبت الإنسان لله سبحانه وتعالى ويثبت ما تضمنته من الصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل. ثالثا من الإيمان بالله الإيمان بربوبية الله عز وجل لأنه هو المالك وأنه الخالق وأنه المدبر ربنا سبحانه وتعالى. وهذه لم تكن قضية دعوة الرسل مع أقوامه. الأنبياء ما جاءوا لتقرير أن الله هو المتصرف في الكون ولا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. هذه كانت قضية كما يقال من القضايا المتفق عليها والمشتركة بين الرسل وبين أقوامه إلا من شذ من الأفراد والآحاد. لكن كان كلهم موقنين بهذه القضية. ومشكلتهم في أنه عندهم بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى وصائد لأنهم يقربون لربنا سبحانه وتعالى ويشفعوا لهم عند الله عز وجل. وهذا هو الشيخ بالله ربنا ما لا يمنك واسطة زي ما بين أخونا الشيخ محي الدين جزاه الله خير في الخطبة أن الله عز وجل في 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 وسط آيات الصيام ذكر آية الدعاء ولم يذكر فيها واسطة. لأن في نفس السورة البقرة بتلقى إنه وإذا سألك عبادي عني بتلقى قبلية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما قل. الواسطة بتاعت البلاء مش بتاعت العبادة تلقاها موجودة. أما في هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا هو توحيد العبادة أو توحيد الإلهية هو أن 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 يفرد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد بالصلاة والصيام والزكاة والتوكل والرغبة والرهبة والخشية وغيرها من الأعمال العظيمة التي يجب على الإنسان أن يصرفها لله سبحانه وتعالى وأن يفرد بها ربه تبارك وتعالى وأن يعلم أنه لن يقبل له عمل إلا إذا أفرض الله سبحانه وتعالى بهذا النوع من أنواع التوحيد الذي هو توحيد العبادة. عبادتك دي تكون لله وهذا هو القلب السليم الذي ينتفع صاحبه يوم القيامة كما قال الله عز وجل حاكيا قول إبراهيم وهو يدعو الله سبحانه وتعالى ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم خالي من الوسائط خالي من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. لا يعرف إلا الله ولا يتعلق إلا بالله ولا يطلب إلا من الله. عشان كده الصحابة رضي الله عنهم
وكم من كمال توحيدهم أن أحدهم إذا سقط صوته لا يسأل الناس شيئا. وهذه مرتبة عظيمة، مرتبة عظيمة جدا. والإنسان إذا منهم من الصحابة رضي الله عنهم إذا أراد أن يشتري حتى الملح أرخص الأشياء وعنده قروشه، أول حاجة بيسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق هذا الملح ثم يذهب فيشتري. ولذلك أعظم ما يملك الإنسان هو الإيمان. نقف إن شاء الله عند هذا الحد، جزاكم الله خير، سلام عليكم. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.